اهلا بحضراتكم من جديد. ضيفي الان هو الدكتور ياسر داوود، رئيس جهاز العاب القوى، والحقيقه هو يعني من ضيوفنا الدائمين ومن الشخصيات الدؤوبه الحقيقه والمحبه للنادي الاهلي. وكمان مش بس كده يعني، حتى في واحنا في الاوف اير واللعيبه خارجه انا حسيت ان في ود يعني ما بينه وبين اللاعبين، مش رئيس جهاز واللاعبين، لا ده زي اخ زي والد، بيطمن على ده وبيطمن على ده. الحقيقه جهد كبير جدا مبذول، دعم من النادي الاهلي لقطاع العاب القوى قدر الاستطاعه طبعا، لانه النهارده النادي الاهلي بيضم عدد كبير من لعيبه العاب القوى. يكفينا فخرا ان الست لعيبه اللي تاهلوا من الاولمبياد في العاب القوى، خمسه منهم من النادي الاهلي. ست لاعبين هيلعبوا الاولمبياد من العاب القوى، خمسه من النادي الاهلي. اهلا بيك يا دكتور ياسر. اهلا بيك يا تونس. اهلا بحضرتك. ببارك لحضرتك هذه النتائج المشرفه، ببارك لحضرتك تاهل خمس لاعبين من النادي الاهلي، ببارك لمجلس الاداره الحقيقه وكابتن محمود الخطيب ومجلس الاداره والنشاط الرياضي بالكامل تاهل خمس لاعبين من سته لبطوله العالم، بطوله الاولمبياد. انت اسعد واحد النهارده. الحمد لله. كلمني عن اللعيبه ومشاركتهم، هل كنت متوقع الانجاز ده؟ هو اولا زي ما حضرتك قلت الاول، لازم اقول للناس كلها كل سنه وانتم طيبين، راس السنه الجديده، وبهني طبعا مجلس اداره النادي الاهلي رقم واحد بقياده الكابتن محمود الخطيب وجميع اعضاء المجلس واداره النشاط الرياضي، وبهني نفسي والجهاز الاداري والفني والطبي واللعيبه وكل الناس عاملين في قطاع العاب القوى في النادي الاهلي. هو طبعا خمسه من سته دي ما حصلتش، وبدايه عايز اذكر ان احنا بمناسبه ما احتفلنا من سنتين بمناسبه الموسم الاستثنائي، انا بقول ان الموسم ده استثنائي لالعاب القوى المصريه والاهلاويه، ان مش هيتكرر خمس لعيبه من مصر والنادي الاهلي رايحين اولمبياد. من ست لعيبه بشكل من سته يعني دي نسبه مش هتحصل. وبقول ان اي حد بيفكر ان هو يلحق بقطار النادي الاهلي اعتقد ان هو يعني مش عايز اكسر المقاديف، يعني هو بيحلم ان هو من سبع مستحيلات ان يحصل هذا الكلام. شغل وجهد ومبذول ودعم يعني ودعم فني من حضرتك كرئيس الجهاز. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الف مبروك يا دكتور. وخلينا نقول انه يعني بالرغم من ضعف طبعا المسندة من الاتحاد المصري لألعاب القوى، خلينا نشيل عليها حضرتك الحرج، وخلينا اقول انا راجل متابع وراجل شايف، والاتحادات اللي شغاله احنا بنقول شغاله، مش عشان احنا بينا وبينها حاجه، ولكن لا احنا بنقول اللي احنا شايفينه. للاسف اتحاد يعني العاب القوى ما كانش ابدا على الاعداد المطلوب او الشكل المطلوب او المسؤوليه الملقاه على عاتقه كاولمبيات او اسم مصر الكبير، بس نتمنى من اللاعبين ان شاء الله ان هم قدها وقدود ويقدروا يبذلوا مجهود في البطوله رغم ضعف الاعداد الدولي. كلمني النهارده عن اللعيبه الخمسه، هل كنت متابع تاهلهم او خطوه بخطوه؟ مين اللي كان مفاجاه بالنسبه لك تاهله من الخمسه؟ يعني كلمني بقى، ارجع لي كده مثلا سنه ونص فاتت. لا هو الحمد لله الخمسه طبعا شيء طبيعي، احنا في متابعه دايمه، مش للخمسه بس لل 50 ولادنا في متابعه مستمره. ومش عايز اقول هي مفاجات، هو طبعا ان الخمسه يتاهلوا، هو مش عايز اقول هي مفاجاه، هي خبر صار خبر سعيد، انما في ناس طبعا انا سعيد كل السعاده بتاهلهم طبعا، برضه عشان الخمسه ما حدش يزعل منهم، الخمسه كلهم على 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 درجه واحده من طبعًا القرب والموده والانتماء. انما في مثلا مؤخرا اخر واحد او اخر واحده لحقت بهذا القطار اللي هي اسراء سمير. بس انت كنت متوقع لها كده؟ احنا انت من سنه معايا في البرنامج يا كابتن حضرتك قلت لي اتفرج على اسراء دي هتعمل ايه؟ فاكر؟ فاكر. حصل. الحمد لله حصل وتأهلت الأولمبياد. وتأهلت الحمد لله. الحمد لله. وبرضه الابن الصغير اللي هو مصطفى رامي الرمح اللي هو بنقول اعتبره امتداد لهاب عبد الرحمن. 23 سنه الله اكبر يعني. ما شاء الله. وهاب طبعا نجم كبير، مش يعني اجهد من بعده، ولكن دايما دي سنه الحياه، اللي بيجي جيل ورا جيل ورا جيل ان شاء الله. هو طبعا مصطفى، وبرضه والحمد لله ان مصطفى الجمل برضه حافظ على نقول روح اللي عنده الروح العاليه ان هو يلحق ويتاهل تاني لباريس. هم كلهم ما شاء الله نتائج برغم ضعف الاعداد، وهو النادي الاهلي بس يعني خلينا نقول اللي واقف جنبه بامانه. دي حقيقه. دي حقيقه طبعا. النادي الاهلي بس اللي واقف جنبه طبعا، دي حقيقه. وبعدين برضو يعني بطريق غير مباشر انا عايز اقول ان اي حد اللي كاره تفوق، مش بلاش كاره، انه مش حابب تفوق النادي الاهلي في هذه اللعبه بالذات، لا احنا من 2900 مثلا و10 فاحنا في حته بالجهد المبذول والاستمراريه، وان النهارده جيل بيسلم جيل. صحيح. دي حقيقه. صحيح. يعني النهارده بقول لحضرتك اهو مصطفى هيستلم من ايهاب، واسراء ما شاء الله لسه طالع صغير ما شاء الله. يعني في اجيال طالعه كويس. بالظبط. يعني ما شاء الله، يعني دي حاجه تسعدنا. طيب
ما بحبش السؤال ده، يعني ما بحبش دايما اقول طب تتوقع ميداليه تتوقع ايه، ما بحبش السؤال ده خالص. انا بامانه دايما انا بقول ان اللاعب بيروح يعمل احسن عنده، والنتيجه بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. تمام. ممكن راميه ربنا يوفقك فيها، واحد مش في الحسابات خالص ليه دخل خد ميداليه. تمام. انت متوقع للعيبه يعني تادي اداء كويس؟ خلينا نقول كده السؤال كده. ان شاء الله متوقع يدوا اداء كويس واداء طيب واداء بطولي، لان هم الروح اللي عندهم يمكن زي ما حضرتك قلت دلوقتي احنا بنأكد عليها ان احنا بنسلم عليهم ونودعهم، مع ان طبعا مش هكون معاهم هناك، بس دي برضو ما تمنعش خالص ان احنا زي ما حضرتك قلت هنتفرج عليهم وهنسحبهم. هم لعيبه كبار عارفين يقولوا ان نفسهم ويعدوا نفسهم ازاي. انما هم ان شاء الله هيتأهلوا للدور النهائيه، واتمنى التوفيق ليهم، لان المسابقات بالذات بتاعت الرمي والوزن زي ما حضرتك قلت بالظبط في نوع من انواع التوفيق من ربنا سبحانه وتعالى في اللحظه المناسبه اللي بيسموها لحظه التخلص او لحظه التيك اوف المناسب. بنتعشم في الاخير ان ربنا يكلل جهودهم وتعبهم وتعبنا كلنا معاهم بنتيجه طيبه.